أرطم صدري بدمعة صبري وارطم على تسرح أحزان دنياهم ويظل عشت دنياهم في بلوى ظلم وإجرام عشت دنياهم في بلوى ظلم وإجرام من بين أمي الأمة تكتب أقلام يا منصور بشرك عاشا كل الآثام واسمومك الصادق صابت قلب الإسلام واسمومك الصادق صابت قلب الإسلام يا أهل البيت احنا وياكم روم الآلام عشنا ومتنا وما ننساكم نروي الأيام يا أهل البيت احنا وياكم روم الآلام يا أهل البيت يا أهل البيت احنا وياكم عشنا ومتنا وما ننساكم نروي الأيام عشنا ومتنا وما ننساكم نروي الأيام أنت الذي أحييتنا بالعقل ثم العاطفة أنت الذي أوضحتنا أنت رئيس الطائفة أنت الذي ظللتنا تحت الغصون الوارفة أنت الذي أحييتنا بالعقل ثم العاطفة أنت الذي أحييتنا بالعقل ثم العاطفة أنت الذي أحييتنا بالعقل ثم العاطفة أنت الذي أحييتنا بالعقل ثم كل الحنايا هاتفة يا صادقا آلهنا كل الحنايا هاتفة لا نبكيه من أشفت قلوبا نازفة فكيف لا نبكيه من أشفت قلوبا نازفة بفقده حياتنا قد أزفت للآزفة بفقده حياتنا أنت الذي حصنتنا من العلوم الزائفة حاربتها أرحمتها زندقة ورادفة وللجنان قلبنا الحزين على خطاكم طيلة السنين وللجنان قلبنا الحزين تعيش في قلوبنا وتلهب الظلوم أفجعتنا وحزننا والروح في خشوع تعيش في قلوبنا وتلهب الظلوم أفجعتنا وحزننا والروح في خشوع سيدي إنا هنا نبكيك بالدموع راياتنا نرفعها ونشعل الشموع راياتنا نرفعها ونشعل الشموع متى نرى قبابكم تشع بالربوع يا أيها الصادق يا شمسا إلى الطلوع يا أيها الصادق يا يا أيها الصادق يا شمسا إلى الطلوع لأجل الباقي صبرت